خير، مساء الصحة والجمال، مساء الفل على أحلى مشاهدين بتشوفنا النهاردة. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الشعر وما خلصناش، بس النهاردة هنتكلم عن السلبيات فقط. ضيفتي النهاردة أخدت كورسات في السعودية واشتغلت في دبي واشتغلت في الإمارات والبحرين يعني بسم الله ما شاء الله دول عربية كتير جدا. أخدت كورسات على أيدي أساتذة برازيلية. النهاردة هنرحب مع أستاذة وسام. النهاردة هنتكلم بس عن السلبيات، ويا رب الحلقة تكون خفيفة ونستفاد منكم. ازيك يا وسام؟ ازيك يا سلام، عاملة ايه؟ تمام نورتيني. الحمد لله. سمعت بقى ان انت لسه نازلة، بقالك شهر ونص بالظبط. شهر ونص، شهرين كده. طيب انا الضيوف اللي انا اتعرفت عليهم هم شغلهم كان هنا، وانت بتقولي ان انت اتدربتي بره. ايه الفرق بقى ما بين الشغل بره ولما نزلتي هنا وشفتي طريقة الشغل؟ هل حسيتي في اختلاف الاول؟ كتير. ايه بقى السلبيات اللي انت لاحظتيها هنا؟ هقول لك. عشوائيات طبعا. صح. هنا للاسف كل اللي جابت سيراميك وبروتين بقت متخصصه، هي مش عارفه بتتعامل مع ايه، ولا عارفه الشعر بيتكون من ايه، ولا عارفه مكون الماده اللي هي ماسكاها. هي بتشتغل الماده دي مع كل الشعور. المشكله ان انت لو جيتي كتبتي على اي جروبز بروتين هتلاقي 90% من التعليقات ابعدي عنه، ما تعمليش بروتين. صح. عشان انتوا عملتوا تحت ايد حد مش فاهم هو بيشتغل بايه، مش عارف تركيبه الشعر ومش عارف تركيبه الماده. تمام. فاحنا لازم عشان نطلع شغل مظبوط اولا نتعلم نعرف الماده اللي احنا ماسكينها احماضها عاليه ولا لا، هتناسب الشعر دوت ولا لا، الشعر ده محتاج بروتين اصلا ولا لا. صح. في شعور مش محتاج. طيب بما انك بقى اتعاملتي مع جنسيات مختلفه، هل الشعور اللي هناك طبيعه الشعر نفسها شبه طبيعه الشعر اللي هنا في مصر؟ انا هي الشعور ثلاث انواع، افريقيه واسيويه واوروبيه. تمام. إيه في مصر هنا يعني رايحين شويه للشعر الافريقي، قليل قوي لما تلاقي شعر مش محتاج بروتين. بس تمام. المشكله الثقافه مختلفه ما بين بره وما بين مصر، ان احنا ما عندناش هنا الثقافه نهتم بشعرنا. لا عادي احنا بنطلع من الحمام نعمل كعكه ونلبس الطرحه ونطلع. دي حقيقه. وطبعا اهم حاجه الشعر وهو مبلول يعني في اضعف حالاته، ما ينفعش الشعر وهو مبلول نلمه، ما ينفعش نسرحه، ما ينفعش نشده. في مصر الثقافه دي معدومه خالص. المشاهدين بقى عايزين يعرفوا اصلا يعني ايه بروتين، بيتكون من ايه؟ البروتين عباره عن احماض وبروتينات وزيوت واعشاب. تمام. بس هو في الاخر يعني خلينا متفقين وعارفين ان هو تجميلي مش علاجي. تجميلي مش علاجي، يعني ما ينفعش يبقى عندي تساقط اروح للكوافير اقول له عالج لي شعري. لا، انا لازم اعرف سبب التساقط ده ايه. صح. البروتين زيه زي الفيلر والبوتوكس البشره، بس خلينا انتي متفقين بتعمليهم ان انتي بتحسني شكل بشرتك لمده 6 شهور مثلا، وبعد كده بشرتك بترجع لطبيعتها. تمام. خلينا متفقين ان انا لو رحت اي مكان تحت مسمى اسم بروتين، لو اتعمل بطريقه مش صح، الماده كانت اوفر قوي على الشعرايه، هيحصل تساقط جدا. طيب. طبعا بيتعالج التساقط ازاي؟ البروتين لو التساقط بسبب البروتين، العميله اللي جالها تساقط بسبب البروتين تقعد سنه ما تعملش بروتين. فيتامينات بقى، وتهتم بالاكل وبالشرب، تظبط شعرها كويس. بتطلبي تحاليل ولا الموضوع مش مستدعي؟ لا، لو واحده كلمتني طبعا عايزه تعمل بروتين، انا بقعد معاها اعرف قصه حياه شعرها. تمام. لو عملتي ايه بشعرك من سنين؟ تمام. إيه عندك نقص هيموجلوبين؟ إيه عندك نقص فيتامينات؟ ايه اللي عندك؟ في خلل في الغده الدرقيه ولا لا؟ لان خلي بالك كتير قوي عندهم خلل في الغده الدرقيه. صح. ومش عارفين ان دوت السبب، بيجوا يعملوا بروتين يقولوا لا البروتين اللي وقع شعرنا. لا، هو مش البروتين، هو انت لو عامله بروتين ماده كويسه. بصي، هي معادله، ده بيساوي ده، تطبيق صح وماده كويسه هتاخدي الحلو اللي في البروتين وهتعملي تاني وتالت ورابع. تمام. انما التعكي بقى في الاثنين وهيبقى عندك تساقط اصلا من قبل كده وتقولي البروتين السبب، لا، اعرفي سبب التساقط ايه، ولو عايزه تعملي بروتين اعمليه، بس التساقط برضو لازم تروحي للدكتور. حاليا في مصر من النادر، من النادر لما تيجي واحده تعمل سيشن بروتين وتلاقي شعرها صحي. لازم كل الحالات اللي اتقابلك متدمره بسبب الحراره اللي هم الصبغه، بيعرضوا شعرها عليهم الصبغه. نقص فيتامينات. بالظبط بالظبط. ما احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نعتني بشعرنا، احنا بنستخدم الشامبو والبلسم غلط. صح. انت متخيله؟ يعني عارفه لما حد يجي يقول لي انا ما بستخدمش شامبو، طب انت بتغسلي شعرك بايه؟ بالبلسم. طب ازاي؟ في ناس بتقعد شهور ما بتغسلش بشامبو. بتغسلش طب بشامبو. الترسبات اللي على شعرك عملتي فيها ايه؟ طيب الدهون اللي شعرك بيفرزها انت ضيعتيها ازاي؟ طب انت عارفه ان البلسم دوت مكون اساسي فيه السيليكون اللي هو ممنوع يتحط على الفروه؟ يعني الشامبو نحطه على الفروه، ننظف بيه الفروه،
انما البلسم ممنوع، ازاي بتغسلي بيه؟ يعني عايشه بيه كده ازاي؟ لا هي فاكره بقى ان هي لما تغسل بالبلسم هيطري اكتر، او تستخدم بس حمام للاسف كريم عارفه فقط، بتكون بتشتكي من القشره، والقشره من السبب اللي هي بتاع يعني السبب الاساسي ان انت بتغسلي ببلسم. بتحطي ايدك انت على الاسئله بالظبط. المهمه، القشره. ايوه القشره سببها طبعا ما بنغسلش. بصي القشره نوعين، دهني وجاف. طب جالك مكالمه مدام شيماء من السعوديه، نرحب بيها بقى نقول لها الو. ازيك يا شيماء؟ الو، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عندك سؤال يا شيماء؟ لا والله انا حابه بس اشكر وسام على تعاملها. انا عايشه في السعوديه، وهي كانت دايما هي الاستاذه اللي بتعمل لي شعري. ما شاء الله. بصراحه هي كفاءه كبيره جدا، وانسانه على خلق ولذيذه جدا في التعامل. ما شاء الله. وما شاء الله هي اكيد افتقدتيها يا شيماء. زعلتي بقى ان هي سابت السعوديه وجت مصر؟ والله انا بعيط كل شويه ان هي مشيت. ان شاء الله باذن الله ترجع تاني الفتره الجايه، او انت بقى تنزلي لها مصر. اكيد ان شاء الله باذن الله. انا للاسف كان ليا تجربه قبل كده، عملت في مصر وللاسف شعري باظ خالص. فلما جيت السعوديه وتعرفت على وسام وعملت عندها، من ساعتها بصراحه خايفه ان انا اتعامل مع اي حد تاني. لا انت بقى الاجازه الجايه اول ما تنزلي ان شاء الله وسام تتواصل معاكي على طول. شرفتينا بالاتصال. ربنا يوفقها ان شاء الله باذن ان شاء الله باذن الله. إيه في حاجه شيماء عملت عندي اول مره من 8 سنين او 7 سنين. ما شاء الله. اول ما خدتي انت يعتبر انت بتقولي ابتديتي في المجال ده؟ يعني شيماء دي من 8 سنوات صح كده؟ شعرها تقريبا 10 مرات 9 مرات بروتين. ما شاء الله. اول مره جات لي، احنا هنتكلم اكيد عن الموضوع ده، هي كانت ساحبه لون شعرها وعامله بروتين في نفس الجلسه. دي المشكله اللي كنا بنقولها قبل الحلقه. قبل الحلقه هي تقريبا كانت جايه شعرها اللي هو شبه محروق، عارفه انت اكسجين. بتتعاملي بقى لما يجيلك حد عامل صبغه وعامل بروتين في نفس اليوم وبتلاقي الشعرايه خلاص هي متدمره؟ بعرف عملت بروتين امتى وصبغه امتى، وبحدد لها الميعاد المناسب لها. بتتعاملي بقى بقصه الترميم الاول؟ انا سمعت ان انت ملكه الترميمات دلوقتي يعني ما شاء الله. بصي هو الترميم على البارد يا سلمى، يعني هو طبعا في مصر الكلام ده قليل قوي اللي يعرفه، اقليه. دلوقتي لما بقيتي تخشي اي كوافير شعرك ضعيف وتقولي عايزه اعمل بروتين، يقول لك لا شعرك مش هيستحمل بروتين، فاحنا نعمل ترميم وهنعالج شعرك. جه اتصال فاطمه من باب. اهلا بيكي يا فاطمه. اهلا بيكي يا استاذه سلمى، عامله ايه؟ الحمد لله نورتينا. انا عايزه اقول لك ان انا عملت شعري عند حضرتك من فتره، واللهم بارك شعري لحد دلوقتي مفيش تساقط وجميل جدا، وكل الناس اللي بيشوفوه منبهرين بيه يعني. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، شرفتينا بالاتصال. ربنا يخليكي يا رب ويكرمك، تسلم. علشان انت فرحتيني، فربنا يفرحك زي ما فرحتيني. ربنا يخليكي، تسلمي لي. ايوه سلمى، عارفه يا سلمى اللي بيعملوا بروتين وبينجح معاهم اللي هو تحس ان هم عملوا اكبر انجاز في حياتهم؟ دي حقيقه. يعني اللي بتطلع من الجلسه من غير تساقط ومن غير شعر بيقع وتبقى عايزه تعمل تاني، هي كده عملت انجاز. لا وحاليا في مصر عندنا فوبيا. بالظبط. اللي هو انا لو شفت مثلا اي جروب وتلاقي بنت كتبت بوست ايه رايكم اعمل بروتين ولا لا، هتلاقي التعليقات ما تعمليش لان البروتين. وهي اصلا اكيد هيكون عندها تساقط، ما بتاخدش كل عناصر. هي مش هتبقى عارفه السبب ده ايه. المشكله ان التساقط اسبابه كتير قوي. انا عايزاكي بقى بحكم دراستك والكورسات اللي انت خدتيها مع ناس بروفيشنال، تقولي لنا اصلا العروسه اللي مقبله على الزواج وحابه تفرد شعرها، ايه النصايح اللي تاخدها وتمشي عليها قبل ما تفكر الفكره دي؟ لازم الاول تعرف عندها نقص حديد ولا لا. تمام. دي اول حاجه. وفيتامين د اكلها وفيتامين د، ده هو تقريبا 80% من اللي في السعوديه عندهم نقص فيتامين د. ليه بقى؟ علشان مش بيتعرضوا للشمس زي مصر هنا. اوكي. فعندهم نقص فيتامين د ومش عارفين ان هم عندهم نقص فيتامين د، بيكتشفوا كده بعد فتره كبيره. لما فيتامين د بيأثر بس على التساقط ولا بيأثر كمان على العظم وعلى التساقط ولا كمان بيكون الشعر هايش؟ لا جاف صحه الشعر. بصي لو انت عامله حاجه ضد صحه الشعر، شعرها بتموت، القشره الخارجيه من الشعر بتتقصف وبتهيش. امتى يعرفوا ان الشعرايه دي ميته؟ من شكله ولا من الملمس نفسه؟ لا من شكله، من الملمس. انا ماسكه شعرتي ناشفه، الشعريه بتبقى زي الشجره، الاقي طالع منها فروع. الناس بقى اللي بتعمل بودره تفتيح واكسجين وصبغه وفي نفس اليوم يعملوا بروتين، هي شيماء دي بقى اللي كنت بقول لك عليها، جت في المنظر ده. انت الشعر بيشوك بيبقى عامل زي الصبغه. عارفه الشعريه لما اترشق الشعريه انفجرت طبيعي. جسم الشعريه من جوه انفجر من كميه الاكسجين اللي دخلها في الشعر، البروتين حمضي والصبغه قلويه. العميل بقى هنا ده اللي بتكلم فيه، هو جاي واثق في المكان اللي هو رايح يعمل فيه البروتين. بالظبط.
ولا يعرف يعني ايه حمضي، ولا يعرف يعني هو ايه مش عارف قلوي، الكلام ده. ولا يعرف البروتين ده بروتين كويس ولا ما بروتين هو مش عشان كويس. كده نقول ان هو الموضوع بقى في مصر بيزنس شوية. ما احنا بقى من خلال البرنامج انا عايزة البنات اللي بتسمعنا يكون عندك ثقافة تتعاملي مع شعرك ازاي، مش مجرد اعلانات انتي بتتفرجي عليها تبقي عايزة تطبقي الشكل وخلاص. زي في ناس بتختار الوان صبغة مثلا وهي شعرها تعبان جدا ومش هيتحمل اي وفي حاجة الوان ما تنفعش وتقولك مع عايزة البروتين، اعمله خلاص. وفي الوان ما تنفعش مع البروتين، يعني هي بتهلك شعرها وبتصبغه وتفرحانه قوي باللون، تيجي بعدها باسبوع تعمل بروتين اللون باعها خالص، تمام البروتين نزل اللون تماما، تمام الاحماض اللي في البروتين بتغير لون الصبغه تماما، فانت عامله صبغه عشان تفرحي وفي الاخر ما وصلتيش للون اللي انت عايزاه. انا عايزه في وسط الكلام عشان الحلقه ما تتوهش مني والوقت انت عارفه الحلو بيخلص بسرعه، عايزاكي تقولي المفاجاه اللي انت محضراها النهارده للمشاهدين اللي تمام. بتتابعك، فقولي لهم بقى من خلال الكاميرا بتاعتك. المفاجأة إن شاء الله أول 5 متصلين بعد الحلقة من اسكندرية، بس يعني عايزين نكرم أهل اسكندرية شوية. هيبقوا خصم 50%. حلو جدا تمام حلو جدا، يعني لو الشعر تكلفته ما 1000 فيش جنيه بقى. هيبقى 500 بالظبط. جنيه لا العرض جميل، يعني اوعوا تضيعوا الفرصة. أهل اسكندرية اوعوا تضيعوا الفرصة الحلوة دي. نرجع للترميم بقى، ما خلصناش موضوع الترميم. طيب ممكن تقدري تفيدينا بقى ولا ده سر المهنة، لا اتفضلي. بتستخدمي ايه في الترميم؟ الترميم زيوت طبيعية ما فيهوش أي كيميكال تمام. يعني بتعملي الترميم زيوت فقط؟ بالظبط على البارد. معانا طيب اتصال، أستاذة مروة من اسكندرية. ألو، أيوه أهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم أهلا السلام. بحضرتك. ممكن بس أسأل الأستاذة وسام؟ اتفضلي طبعا وسام معاكي. أنا عملت شعري من قيمة شهر، عملت بروتين، هو بيقع كتير جدا وشعري بيتقطم، طيب ممكن أعرف المشكلة في إيه؟ البروتين اللي عملتيه كان ليه ريحة قوية قوي وانتي بتعمليه؟ طيب. طب بقى هتقفلي معانا وهي هترد عليكي، تمام ردي بقى. الريحة قوية يبقى كرياتين او بروتين احماضه عالية؟ احماضه عالية بس لا، الريحة قوية قوي، حتى لو البروتين احماضه عالية ما تبقاش الريحة قوي تقفل. طب هي تعالج دلوقتي ازاي؟ بتقولي في دلوقتي تقطيم. تستني بقى مش قبل 6 شهور عشان تعملي مادة تانية. طب ست قبل شهور المادة التانية وسام تستخدم زيوت ايه؟ حمامات زيت معصورة على البارد تمام، كل اسبوع قولي لها بقى مرة. الانواع، والموضوع ده هيفيد معظم المشاهدين كتير بيتفرج علينا لان دي المشكله دي عند بتعاني بعض منها الناس ناس كتير. كتير ايوه فعلا. زيت جوز الهند تمام، وبزيت الكتان وزيت القمح والجرير. طيب معانا هدى من الفيوم، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بس انا كان عندي سؤال واحد. اتفضل. انا عندي شعري ناعم، وجيت ان انا صبغته، جيت بعد ما انا صبغته كام شهر اللي هو اثر، لقيت ان هو شعري بدا يقصف وينشف. فانا اللي هو عايزه افهم يعني كم مره ان انا اصبغ شعري في السنه اللي هو ما ياثرش على شعري في نفس انتي الوقت. بتصبغي اصلا بودره تفتيح اكسجين ولا بتصبغي هي صبغه بس؟ وهل انتي اللي بتعملي لا الصبغه دي ولا بتعمليها في كوافير؟ لا عملتها عند كوافير. تمام، ما تعرفيش هو استخدم ايه لشعرك؟ هو كانت فيها يعني هو حكى لي يعني كذا مواد، يعني اكيد حط بودره تفتيح اكسجين عشان يكسر اللون الاسود وبعدين يحط الصبغه. بالظبط. ايد بقى بعدها شعري بدا ينشف. ما هو لازم ينشف، انت ما تعرفيش ما تعرفيش هو حتى ايه، لازم ينشف يا هدى. طيب وسام، وسام هتقول لك الحل حالا. بصي دلوقتي الصبغه مرتين في السنه، ما تزيدش عن مرتين في السنه، ويا ريت نبعد عن بودره التفتيح، ويا ريت نبعد عنها. بس هو بيبقى فيه عرايس عايزين يعملوا بقى لكم، في الوان ما بتتعملش غير بالسحب. تمام، يعني انت لو عروسه اعملي سحب، مش عروسه ما تصبغيش اكتر من مرتين. ولو مجبره بقى وعملت سحب عشان خاطر اللون هي في عايزه حاجه بقى توصل. هقولها لك، اللي صبغه قلويه تمام والشعر حمضي. اوكي، فاحنا عشان نعمل معادله بسيطه ما بين الصبغه والشعر، لما نيجي نصبغ بنجيب طبق فيه ميه ومعلقه خل تفاح ونشطف بيه شعرنا بعد الصبغه تماما. تمام، عشان نقفل قشره الشعر الخارجيه. ميه معلقه خل تفاح بعد انت الصبغه عامله على صبغه طول. عشان تعملي معادلة ما بين الحمضي والقلوي، صح كده؟ بعد الصبغة على طول لازم نعمل الخطوة دي. العناية بقى، العناية بعد الصبغة، شعر متقطع أو ناشف أو في ضرر، حمامات زيت اللي هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند لو عاملة بروتين زيوت على البارد. تمام، مش عاملة بروتين تعمل بقى أي زيت يقابلها عادي. تمام. بس هو عموما أنت لو عاملة بروتين ما تعمليش صبغة. ضد دي بعض. نصيحتي أنا كمان. يعني هما الاتنين ضد بعض. معانا اتصال؟ ألو؟ ألو، أهلا بيكي. الصوت بس معلش نبعد عن الشاشة ونتكلم بعيد بس عشان الصوت يوصل.
ايوه بقول لك كان الشعر بيتفرد جامد قوي، بص حلو. ايه؟ انا مش سامعه حاجه. الشعر فيه تساقط، اتصال قطع، معلش انا اسفه ما قدرتش افهم سؤالك، بس لو الشعر فيه تساقط زمان زي ما انا ما سمعت يعني، نعرف سبب التساقط ايه؟ لازم بيبقى في تحاليل تساقط الاول. بسبب الولادة، رضاعة، نقص فيتامين د، اختلال في الغدة الدرقية، ريجيم قاسي، وده اللي كل الناس بتعمله ومش عارفين ان هو ممكن يسبب تساقط في لا شعرهم. هو مؤخرا دكاتره النساء زودوا ان لو في تكيسات كمان على تكيسات المبيض على الموبايل بتعمل تساقط، بتعمل تساقط فاحنا نعرف السبب الاساسي ونعالجه، بلس وممكن الاسترس، يبقى وراثي، ممكن ما يكونش عندنا اي حاجه خالص بس عندنا ضغط ستريس. نفسي. طيب وسام، عايزاكي تكلميني عن خلط المواد. طب هناخد اتصال الاول. اهلا استاذه ميلان، معايا؟ ايوه ايوه سامعاكي، اتفضلي. انا اول مره اعمل مشاركه في القناه على فكره. ده شرف لينا، اهلا بيكي يا قمر. اهلا بيكي. وانت عندك انا سؤال؟ بقالي كام يوم مشغله القناه على فكره، ما بقاش الحس، انا اول مره اتفرج عليها بقالي اسبوع. حبيبتي شرف للقناه كلها والله متابعتك الحلوه دي. ما قولي تحرمش لي يا مني، ميلان، عندك مشكله في شعرك؟ انا من الاسماعيليه. انا بحب اسماعيليه، بموت في اهل اسماعيليه. ربنا يخليكي. تسلمي يا روحي. عندك سؤال؟ عايزه اسال وسام، انا اتفضلي. كنت بعمل شعر جلات كتير عشان شعري كان خشن خالص، تمام؟ جلات. وجيت بعد كده شعري عمل قشره كده، بتبقى بتحس ان هي فاتحه مسام شعري خالص، والشعر بدا يقع، وجيت عملت صبغه فشعري بقى يقع بطريقه مش قادره اوصفها لك عامل ازاي دلوقتي. طب هنجاوبك، هنجاوبك حالا، شرفتينا باتصالك يا ميلان. فكمان الشعريه بتنزل بتطلع كده زي ما يكون ميته من ثروه راسي، يعني ما ما طبيعي بحسش لازم تكون ان الشعرايه ميته، ثروه الراس اصل انت مقفوله من خلاص ده انت القشره. عامله جلات وكام مره وقشره بتخلي الشعر ما بيتنفسش. جاوبي بقى يا وسام، عشان نعالج التساقط بالقشره يبقى لازم نعالج القشره الاول. في هل تساقط القشره دي سبب المواد اللي فيها كيميكال كتير اللي بتحطها؟ بالظبط بسبب الجليد اللي هي عملته، تمام تمام البروتين لو استخدمناه غلط بيعمل قشره على الشعر، صح. قشره كبيره بتروح بعد وقت، تمام. فانت اولا لازم تشيلي القشره من شعرك دي، تمام. في علاجات وممكن تعملها بطريقه طبيعيه، يعني في صنفره ممكن نعملها لشعرنا. يا ريت بقى، بحب المشاهدين الحاجات كلهم الطبيعيه. تقريبا هيتابعوا البرنامج بسبب الوصفات الطبيعيه. في صنفره هي، بصي انت كده بتنضفي الفروه كل فتره فمش هتعمل قشره خالص. زيت جوز الهند وشويه ملح ونص ليمونه، جوز الهند، شويه وشويه ملح ملح ونص ليمونه، ونص ليمونه، تعملي بيهم مساج في الفروه كويس قوي كل اسبوع مره، المساج ده بيخلي القشره قشره تروح تتحرك تماما، تمام. بتتحرك القشره اللي هي قالت عليها اللي هي ماسكه في الفروه ملهاش علاج غير كده. تمام، حلوه جدا الوصفه دي. لانها كمان لو الشامبو بتاع القشره بينشف الشعر، تمام. فخليها تعمل المساج ده كل اسبوع وكده وده عرفت تمام وصفه القشره. هي الوصفه دي مش لميلان بس، لكل نص اللي شعب عنده مصر قشره. عنده قشره اصلا. بس في حاجه، اللي عندهم القشره دهنيه ما يحطوش زيت جوز الهند، عشان الزيت هيزود، هيزود الدهون. لو تمام. دهنيه يبقى هما مش بيغسلوا بشامبو. فراغات الشعر ليها سببين، وراثيه يا اما ثعلبه. الثعلبه بيبقى سبب نفسي، ضغط نفسي وبتظهر في الشعر، نروح لدكتور الجلديه علاجها بياخد من 3 شهور ل 6 شهور. في ناس ممكن تنام تصحى تلاقي جزء من مش الشعر دي مش موجود، الثعلبه، دي دي الثعلبه. ثعلب. الوراثيه بقى لو اخدنا علاجها يبقى يعني ما نوقفوش خالص، هو للاسف هيقف هيرجع، الناس اللي بتاخد علاج وتيجي توقفه بيرجع تساقط. بيرجع، لو بيرجع التساقط الحاله زي وراثي الاول بالظبط، بيرجع ولكن اعمل حاجه. بالظبط، لو التساقط وراثي بيرجع، يعني احنا اخدنا العلاج بيمشي عليه مدى الحياه. معانا مدام ندى من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عندك سؤال؟ عندي سؤال تحت امر، للدكتوره. اتفضلي. معلش انا شعري خفيف جدا. ايوه معاكي، وطي بس التلفزيون عشان تقدري تسمعينا ونسمعك. سامعاني؟ سامعة حضرتك. طيب وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. حاضر. بقول للدكتورة شعري خفيف جدا جدا، تمام، وبيتقصف من قدام كده، هو بيطول من ورا بس من قدام بيتقصف. تمام، عندك سؤال تاني؟ لا. طيب وسام هسألها هترد بس عليكي سؤال، حالا، في تاريخ وراثي في العيلة؟ يعني في تساقط وراثي في العيلة؟ تمام. معنى ان هو بيقع من قدام يبقى فيه تساقط وراثي في هي العيلة. بتقولك مقصف كمان من قدام، يعني شعرها بتطول وبتتقطع. والشعر اللي قدام تلاقيه زي حتت قصيره. تمام. دوت بقى يا اما من كتمة الطرحة، يا اما مش بتهوي شعرها، يا او اما مش مش بترطب. بتعمل مساج، او مش بترطب.
ما هو التقصيف سبب اساسي في ان احنا مش بنرطب الشعر. طب عايزين نديها بقى علاج كده سيرم. بصي انا ما بحبش الزيوت استخدام يومي، الزيوت احنا دايما بنستخدمها غلط. حمام زيت. حمام زيت، الزيوت حمام زيت. تمام. ما نحطهاش كل يوم، اللي نحطه كل يوم احنا سيرم. قلنا اول الحلقه حمام الزيت زيوت معصور على البارد. معصور على البارد. تمام. احنا طب نعيد الوصفه دي عشان خاطر هي تستخدمها وان شاء الله تجيب معانا نتيجه حلوه. زيوت معصور على البارد، انت بتروحي تقولي للعطار بس يبقى عطار كويس يعني ضامنه ان هو هيديكي الزيت معصور على البارد ضامنه، وتقولي له مشكله بتاعت شعرك هيعمل لك مجموعه زيوت على البارد، زيت بذر الكتان وزيت جنين القمح وجوز الهند. تمام. مع بعض وكل اسبوع نستخدمه. طيب. والمساج مهم قوي. ايه الاكلات بقى؟ طب معانا اتصال، استاذه دعاء اهلا بيكي. طب فصل الاتصال، حاولي تتصلي بينا يا دعاء. ايه الاكلات اللي انا اكلها واحس اني لا فيها كده عناصر كتير قوي هتغذي شعري؟ رقم واحد ودوت 90% من تكوين الشعريه البروتين. البروتين اهم حاجه. بروتين نباتي ولا بروتين حيواني ولا بروتين حيواني بالزبط. ونباتي كل انواع أي البروتين. اي بروتين الطبقه الثانيه من الشعر تكوينها كله بروتين. تمام. 90% بروتين. اوكي. الجرجير والخضار كله، اوميجا 3 عشان القشره. طبق السلطه بشكل مهم عام جدا. مهم جدا مهم. للبشره وللشعر جدا، واحنا ما بنحبوش. وعارفه كل ما تزيد الالوان في طبق السلطه كل ما انت كده جمعتي فيتامينز كتير. تمام. زيت الزيتون لو احنا حطيناه على شعرنا هنستفاد منه 30%، بس لو حطيناه على الاكل على البارد احنا خدنا منه 90%. حلو جدا. يعني احنا الشعر مية الجسم، يعني نهتم بصحه جسمنا وباكلنا وشربنا. طيب. كله هيظهر على الشعر. معانا اتصال من القاهره. الو السلام عليكم. عليكم السلام دكتوره. وانا كنت حامل كان شعري تقيل بعد ما ولدت شعري خف والشعريات بدات اتقسمت من تحت مقسمه يعني. يعني انت المشكله دي حصلت بعد الولاده على طول؟ بعد الولاده على طول، شعري خفيف يعني. طيب وسام هترد عليكي. بصي زي ما قلنا برضه احنا ما عندناش ثقافه العنايه بالشعر. الولاده دي اهم حاجه، بعد الولاده في 6 شهور 3 شهور احنا بناخد الفيتامينات اللي كنا بناخدها اول شهور الحمل، فهي طالما عملت كده وقفت الفيتامينات من الثامن ما خدتهاش. تمام. لازم كالسيوم وحديد. لا والرضاعه كمان. والرضاعه كمان بتعمل كده، بس في حاجه لما ناخد حديد احنا ممكن نكون بناخد حديد ومش جايب نتيجه، لازم ناخد معاه فيتامين سي. فيتامين سي بيخلي الجسم يمتص الحديد اللي انا باخده هستفاد بيه. وبرده نهتم بالاكل. ونهتم بالاكل لأن طبعا، لان في كائن تاني بيتغذى على بالزبط الجسم بتاعنا. بالظبط، كالسيوم وحديد وجنبيهم ناخد الفيتامينات بتاعه الحمل، لازم بعد الولاده 6 شهور. بالنسبه بقى الحمل والرضاعه والكلام ده، من امتى تقولي ان الحامل ينفع تعمل بروتين، وايه السلبيات اللي ساعتها نقول لا ستوب ما ينفعش نعمل بروتين في الحاله دي؟ من بعد الشهر الخامس. من بعد الشهر الخامس تعمل في مكان فيه تهويه والمتخصصة يعني نقول بروفيشنال. تمام. عشان تعرف تتعامل معاه. احنا دايما بنقول لازم واحنا بنثقف نفسنا نتعامل مع بشرتنا وشعرنا ازاي، لما اجي اقرر اعمل حاجة زي كده لازم اشوف تاريخ المتخصصة اللي انا رايحة. ايوة. ما هو المشكلة دلوقتي اللي هو طالع من زمان قوي، يعني انا ناس بتكلمني بيشتروا المادة، انا مش ببيع مادة. تمام. بس في واحدة بتكلمني من دولة تانية، يعني مش انا مش مسافرة الدولة دي الوقت دوت، وتشتري مثلا ازازه وتعمل شير هي واصحابها في الازازه. ف لو هدخل على النت واشوف الطريقه والماده دي اصلا ما تنفعش، هي ممكن واحده ممكن بس تنفع لواحده بس. بالظبط، واحده بس شعرها بيظبط وبتلاقي الباقي اللي عمله شعرهم بيقع. دي حقيقه. ما انتوا اتعاملتوا غلط مع الشعر من الاول، ما ينفعش. جالك اتصال داليا. الو الو اهلا بيكي. اتفضلي سؤالك ايه يا داليا؟ بصي عندي بنتي شعرها بيقع. طب ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعينا كويس واحنا نسمعك. طيب بصي حضرتك عندي بنتي كنت عامله لها فرد ال 100 سنه. تمام. عندها كام سنه بنتك؟ عندها 19. 19 سنه. تمام. نعم. ايوه معاكي، وطي التلفزيون بس عشان تسمعيني. انا معاكي. بصي اللي فهمته من سؤالها يعني التليفون فصل، ان هي بنتها عندها 19 سنه وعملت فرد عادي وشعرها بيقع. ملهاش حل غير ان هي كل 3 شهور تقص الاطراف. تقص عشان الاطراف عشان تخلص من الحمل اللي هي عملتها. ناخد فيتامينات. بالظبط. فهنقول واهم حاجه تقص الاطراف عشان تخلص من الحنه اللي في شعرها، لان الحنه. تمام. حنه الفرد بتتقل الشعرايه وكده كده فتاخدها وتقع خلاص يعني، فلازم نخلص منها في اسرع وقت. بتعملي ايه لما بتتعاملي مع عميله وتلاقي الاطراف بايظه ما فيهاش روح وميته؟ بنقصها. وهي تيجي تقول لك لا مش هقصها؟ لا بنقصها.
يعني لو لا قدامي بقى الحاله دي بتتعاملي معاها ازاي؟ ورافضه ان هي تقصها بعملها لها، بس في الاخر هي من نفسها بعد ما بتعمل السيشن بتاع البروتين تقولي عايزه اقص. لا الفكره انا ساعات بستعجب الناس اللي بيبقى مقتنع اني تحتفظ بشعر ميت. بالظبط، هو انت عارفه انت هتقصي الشعر هيطلع شعر صحي. بالظبط بالظبط، الشعريه كل ما قصرت كل ما الغذاء اللي انت بتاكليه بيتقسم على طول الشعريه، فانت سايبه الشعريه طويله ونصها مقصف، فانت مضيعه الغذاء كله في التقصيف اللي تحت، انت مش مستفاده بيه. وسام انا بصي الحلقه بتخلص بسرعه، مش عارفه بقى يعني ايه، دايما الضيوف الحلوه قعدتهم بتبقى لطيفه وجميله. سعيده جدا باللقاء معاكي النهارده، واتمنى ما يكونش اخر مره. لا اكيد مش المعلومات اللي عندك اللهم بارك. ما خلصناش يعني. احنا دلوقتي المفروض بننهي الحلقه بتاعتنا، النص ساعه بتاعتنا خلصت عندي بصراحه. انتظروني الحلقه الجايه في كل ما هو جديد، وان شاء الله ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. يا رب النهارده تكون استفدتوا كتير. السلام عليكم.